إلى الشرق من مدينة جبلة، وعلى بعد 10 كيلومترات منها تقع قرية رأس العين، وما تزال هذه القرية محافظة على الاسم الذي أطلقه عليها أهلها منذ عقود طويلة، ويقال بأنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى عين الماء التي كان يشرب منها الناس قديما، وكانت المصدر الوحيد لمياه الشرب. عدد سكاننا المقيمين 13,000 نسمة وقد يزيد بعض الشيء. ارتفاع عن سطح البحر في أعلى نقطة اللي تقريبا نحن هلا فيها 132 متر عن سطح البحر. بلدية رأس العين يتبع لها قريتين، رأس العين وتتبع لها مجموعة مزارع، وبستان الجامع وتتبع لها مزرعة واحدة. بستان الجامع تتبع لها مزرعة الطلعة. قرية رأس العين يتبع لها مزارع الجرف، ظهر أبو قرمي اللي نحن موجودين فيها الآن، العمارية، بندوقية. حدود قرية رأس العين أو مجال عمل بلدية رأس العين، من الجنوب نهر السخابة حط طبيعي، من الشمال نهر الحويز حط طبيعي، من الشرق تفصلنا عن بلدية السكنية أيضا مجرى ماء ساقية ممتدة من نهر السخابة إلى نهر الحويز، حدود طبيعية. من جهة الغرب طبعا حدودنا تصل إلى ما قبل أوتوستراد لاسقي طرطوس بحدود 300 متر، أيضا طرق ومنطقة عقارية مفصولة عن بقية المناطق جغرافيا بطرق. قرية رأس العين في أي موقع تذهبين إليه يكون لك إطلالي على المتوسط، تمتد من مصفات بانياس وحتى مدينة اللاذقية. ونظرا لموقعها الجغرافي المميز ووقوعها على الطريق الدولي الذي يربط بين محافظتي اللاذقية وحماة، تعدد النشاط البشري فيها ليشمل الزراعة والسياحة والتجارة. شبكة طرق تغطي بشكل كامل كل أحياء القرية، حتى قسم منها زراعي يعني يصل إلى أراضي زراعية. طول شبكة الطرق داخل المخطط التنظيمي بحدود 37 كيلومتر. طريق الساحل الغاب طريق حيوي وهام جدا جدا، عمل نقل نوعية على كافة الطرق، على كافة القرى الواقعة على مسار هذا الطريق، وأهمها على الإطلاق رأس العين لأنها نقطة البداية والنهاية لهذا الطريق، حيث تحولت قرية رأس العين بفضل هذا الطريق. طبعا تحولت ليس بشكل كامل، من قرية زراعية تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة والعمل بالوظيفة إلى التجارة، إلى العمل بالتجارة. نظرا لهذا الموقع الاستراتيجي تحولت الناس من الزراعة إلى التجارة، أو اثنين مع بعض بيكون كلام سليم أكثر، الزراعة والتجارة. يعني فينا نقول أنه مثلا ابن حما، ابن حلب اللي جاي من الغاب عم ياخد بضاعة منه. طبعا ابن حما، ابن حلب، من محافظة طرطوس، نرجع ونأكد نظرا للموقع الجغرافي. كما ساهمت السدود التابعة للقرية بالنهضة الزراعية، والتي أدت بدورها إلى وجود أكبر سوق للخضار في رأس العين، ومنه يتم التصدير إلى خارج سوريا. الزراعات الباكورية برأس العين في بالدرجة الأولى بتجي بالبلاستيكي، بينزرع فيها البندورة بشكل أساسي، هي طبعاً شيء 95%، الخيار قليل جداً بالبلاستيكي. بتجي زراعات مبكرة، هي اسمها زراعة محمية، تشرب أراضي القرية من سد الحويز، وقسم منها بالآبار الارتوازي، وفي قسم منها هلق بس يجهز سد السخابي راح تروى القرية بالكامل. وختاماً مشاهدينا، هي دعوة لزيارة قرية رأس العين، قرية السحر والجمال والنشاط.